والسلام عليكم ورحمة الله. مرحبا الساعة، ويلكم باك. أنا أسوي شيء جديد مثل ما حدث، خربطت شوي في المكان، خليه يكون عشوائي. الهدف كان أن أسوي سوق، السوق ما كان وايد ناجح بالنسبة لي، فسويت واحد ثاني حسيت أنه شكل أحلى، شي سمبل كلاسيكال، بس المكان مش عاجبني الصراحة. لكن لازم نضيف لعبة من دستور للمكان، يعني إن احنا نضيف لعبة، بس تهدف شوي عوايل. اوكي، الهدف كان في احيد، تراك سووا له ابديت في الاكسبانشن اللي توي انا ماخذنه، بس ما احيد اي واحد اللي هو لحظة، كونتنت باك فينتاج اللي هو هذا، ابى اراويكم بس ما اذكر اي واحد كان، بس ترى تعبانين في الباك، لان الباك مالهم صار كيف. لحظة، خلنا نحول الروتيشن شوي بالطريقة هاي. شوفوا السبورت اللي حول المكان تغير شكل عن اول شوية، ترى عدلوه يعني تعديل جميل، فالجهد الصراحة جميل سووه في اللعبة، ما كان عندنا الاول نفس الطريقة. شوفوا هذا مكان شبه مناسب للجيم نفسه. قلت لكم انا بنبدا شغلات جاهزة شوي، ما بنحطي. شوفوا 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 السبورت، الصراحة سبورتات اللي دات حلوين. انزين خلينا نحط انترانس كونكت انترانس. والله هني اشك اني محتاج ان اسوي كيو طويل، ان اصلا المكان بكبره محتاج شو. خلنا نسوي دري هني، نزل على الارض. المكان بكبره محتاج شارع اصلا، لو اسوي كيو هني ابى افكر مكان حق مدخل في اي بيز، يعني بسوي مكان حق في اي بيز تكت عقب. لازم نسوي مكان حق الفي اي بي تكت، لازم نسوي مكان حق شوي شير، وهذا انتهى الموضوع. نسوي الشارع طبعا. كيف نسوي شارع 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 عيدون. خلنا نشوف شو الثيم ماله، هذا حمر. لازم كل مكان، انا الصراحة طرش الثيم غير عن اللي قبله، بس خلى رقم واحد. زين، بنحط دكاكين هني، بنوصله عند صديقنا هذا المعوق، تقريبا يعني شيء من الخبير. المخرج طبعا بيكون عندنا هني فينيو، بيكون عندنا دكاكين، بيكون عندنا شيء بنسوي شغلات. صعب اني بخليه نفس ما هو، فبسوي الشارع اساس اللي يطلع يكون ملتقى الطرق، يطلع دايركت، ما يلعبوا زي مرة. الحين بياخذون درب، بيحسون انه درب، بس بعدين هذا بيكون عبارة عن مكان على الأغلب فيه دكاكين، فيه لعبة، وفيه شغلات، وفيه مكان. ليش سويت هالحركة أنا؟ ديليت باث ديليت باث. انزين لحظة، ديليت باث، ايوه هو ده الكلام. هذا لا يمكن مسحه، ايوه الحين اوكي. بيكون عندنا فينيوز هنا طبعا. لحظه خلينا ندق عليه المكان، ادت بيلدينج وسلكت فانلز. لا مو بسوي ادت حق البيلدينج، خلينا هذا نسوي تيست. خلينا نركب نشوف شو رايكم. خلينا نركبه نشوف القطار هذا في وضعه من الاعراب، يعني لا بد انكم وضع طيب صراحة، لان الوضع مش طيب، مصيبة المصايب. اقطر عادي ترى، شيء يعني عادي جدا. سيداتي انساتي سادتي، هنا تبدأ جولة القطار. والله يباله ماي هذا. هنا تبدأ هذه الجولة بالمزلجة ويتدحرج. اوف والله عجيب، ولا ابوي خاف. نشوف من داخل، بدوخ والله لو انا.
لحظة خليني أشوف راسه. لازم ما مرة مدقلك على راسه دايركت. انزين هلا أبوي، والله يدوخ الواحد هذا. شو هاي قدامنا؟ تك 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 تك. الحين تعرفون غصب قاعد يطلع في الموتور، قاعد يطلع فوق عقب بينزل دايركت. سير الحين قولوا لي ما دوختوا. قام يدور راسي انا شوي. لا لا اوكي اوكي مش وايد زين. في اكشن. او والله احس انه بيطلع برا. عاد تعرفون الحين لو يطلع برا يا حبيبي 700 واحد ميت. لكن لا اوكي رجعنا بسلامة وما انكسر ولا طلع برا ولا استوى في شيء. دام انه خلصنا بدون حوادث معناه الامور طيبة. ها من تحت قاعد طالع ترى. معناه امور طيبة، معناه مستعد انه يفتح هذا. الحين محتاجين شوي مشاهد. والله ممكن نستعين بشغلات شوي جاهزة، بس نحن عندنا الخطة العجيبة اللي هي المخشب. عندنا مخشب نحن مرة طيبة يعني. بس شو بسوي؟ ابى فريمات شوي غير هالمرة، ابى اسوي شارع جميل. صبر انا اخبركم مو بهذا. لا أول الجدران عسى بقدر أحصل أحسن. نبغى فريم أكبر يا جماعة. بس هذا أحس هني يبغى لون غامق شوية مش لون فاتح. نسوي هني، نسوي ما في كونكتنج فريم يعني. إذا أشيل هذا من هني حطه هني ابعد حبة. لحظة مرو مسحبة شوي هالصوب. لا الشارع مش في الوسط بالضبط، الشارع مش في الوسط بالضبط. زين ويب هذا مش بالضبط انه احسن شي يركب، لكن لا ما يمشي الحال مع هذا ولا مع هذا ولا هذا. أبا شيء يكون مضبوط. أوكي أريد أسوي هذا الشكل أن هذا المشروع، لأن إذا أجيب هذا بهاي الطريقة ما حد درابه صح. وأحرك هذا أجيبه داخل حضن هذا. أوكي وشو الهدف؟ أيوة الهدف لا مش 1-0 واللي يتساخف يا ويله. نجيب هذا بكبره نسوي له دوبلكيت قاعدة. هني view stuff extinction blush you can choose to rehear some stuff members pay lower than a salary the risk is in the فايق لكم. الحين فايق لكم يصير تعال زيد رواتبهم وسوي ويسار وين list of management ماليه وين vendors. يلا خلينا نزيد البي مالهم شوي. هذا بعد فول 105 ما اعرف ايش قاعد اسوي بس يلا 105 100 بس. انزين وين صار الخطر منه؟ هذا الخطر. انزين هذا الهدف منه ان نحن نساويهم مع بعض. اوكي نسوي الاثنين مع بعض. نجيب هذا
موف يا اخي لازم كل مرة I have to move you by force يعني. يعني طالع هذا سيدة ما يبين الثاني مفروض. الحين شكله looks good. انزين شكله looks good. اوكي ما عليه. انزين عندنا بوبس نبغى بنش. وين البنش اللي هو الكرسي؟ والله نسيت وين كان البنش. يا جماعة ليش اتم انسانة هذا هو. نبغى بنش خشب. لا هذا الثيم مالنا حلو ترى. حطيه هني. اوكي ليش ما لازم هني؟ زين اذا بهذا لازم كلهم هني. اوكي بعد مش غلط. انا بخبركم ليش. وهني بنش. يا جماعة انا ما داني هالحركة مستوي ترى. كرها كرها لها. ليش هذا استوى عيل؟ هاي مصيبة المصايب. شوف هذا. اوه هذا مضبوط والله. لحظة شيل هذا. كرسيين فوق بعض. نروح على الليتات. ايش شوف هني حصلت شيء مضبوط. اوكي لا مش هذا. ايه معلقة اللي هو ما عليه. يكون هني واحد. دبركت واحد ثاني. يكون وين؟ يكون في هذا المكان. حلو حط عليه صح. نسوي له دوبلكيت ونيبه في هذا المكان الجميل. نخليه زين دوبلكيت نفس الشيء على الشارع. مكان عدل هني بولا شوي تكتكة. مية مية مكانه. من هذا شو راح يتميز؟ راح يتميز لازم يكون السقف موصول بين الاثنين. اتصور بيكون احسن اذا كان موصول بشيء. مش لازم هو مش لازم بس بيكون شيء جميل. اوكي زين ابا هذا ما بيركب على الترام. بس هني راح يركب. اوكي وايز. بس هني ما راح يكون اوكي الا اذا غيرنا مكان العمود. بس نقدر نخليه بالشكل هذا يعني. مش لازم نسوي شو اسمه. بس ويت لكن ممكن نسوي هذا بعد بالشكل هذا. حق الظلة يعني عرفتوا. هسه بيدور اللي هو عدل. بس ها ما بغطي على الاثنين هاي لان بعلق فيهن على الاغلب في نار ثاني.
حق الدرب ولا بشلهن بشلهن بس اخلص هذا بشلهن تناوي هذا ستايل حلو الصراحة نفس فاركنات الجديدة تعرفون اخ ما اعرف ايش كذا شغل اصلا كل الاحوال هذا بشله هذا بشله هذا بشله وهذا الدن هذا اللي يسمونه شوفوا ورا اللي يلسى الحين شو يبغالنا ها كله لازم ننزل تحت اصلا بس ما عليكم هنا ورا اللي يلسنا بقى ترى اشكان عشان نضبط الاوضاع شوي كان في السينري يكون عند البات اكسترا سبنس هذا بن هني وبن هني ما حد راح هذا يعني نشل هذه اللي بكبرها بنسوي بات سيتس اسيت بلو برنت بلو برنت باث شيد اللي هي ظله يعني نقدر نحطها تحت شوي شغلات غير عادي اللي هو بارك انترنس بيكون اسمه الاتراكشن كريت بلو برنت اوكي ديسكريبشن نسوي بعد نفسه باث شيد create blueprint شوف الحين هذا ممكن نحطيه اي مكان يعني شوفوا الحين هذا شوفوا استوى مضبوط باث شيد زين هذا يباله شو هذا يباله ملتي سيلكشن نسوي له موف مكانه خفيفي بطريقة هاي زين ننزله عساس يكون شكله مرتب شوف كيف كم فنار فيه الأربع فنارس اوكي نايس أربع فنارات فيه شوفوا هذا نسويه حتى على المايل ها اوكي نجيبه هني هاي مرات حق الطلعة فوق which is really nice نقدر نحط تحت كراسي نقدر نسوي تحت وايد شغلات لازم كل الأرض أهم شيء 100% ما عندهم فينر لحظة أظني I need I need to hire stuff I think استاف جانيترز فندرز موجودين ها حسن ندر منه روج ديفن لي ماكلير كلهم شغالين وين المشكلة ما اشوف مشكلة في الموضوع هاي الستاف خلنا نحطيه خلنا نحطي استاف خلهم يداومون وبحطي بارك مانجمنت I need security here اوكي وبحتاج جانيترز مكانك اكيد حق كل واحد مكانك بنحتاج مش security سوري بحتاج واحد ينظف هني واحد ينظف ورا هني يعني بعد ما نحط الدكاكين بس الحينة اوبس الحينة اللي زحمة عليها it is popular له شعبية بين الناس انرجي زيرو بنحط لكم محلات الحين وين المحلات اللي تبون مسوينها هايل وبيضبطنا الحين على تيم صبر
زين نسوي في دوبلكيت. اوف شوف كيف يركب، شوف الوسطة هني يمرون على منو؟ على هذا. شوف صبر خلنا نضبط الميزانية، ولا صبر هني ويت شوف هذا دون فتح محلات. شوف الحين بس تبغى لنا سيناري، صار في سيناريز جاهزات، في سيناريز جاهزات. خلينا نروح بلو برنت، بس يبغى لنا شيء شاشي شيء. لا مارو مش شايل سيرفس موف روتيت ريسيت لوكيشن ما بايل، لا هو شيء مرتب. لا هاربر ما ينفع، بايرت كام بعد ما ينفع، دي منا شوي هادي اكثر. اوكي واتش تري هاوس يمكن هذا يضبط الاوضاع شوي، بس هذا اللي بحطيه الحين يبالي شير. بس واتش تري هاوس ما ينفع، تعرف شو بسوي؟ واتش تري هاوس بيكون هني، بسوي حول شير. اوكي واتش تري هاوس بنحطيه حول شير. صبر سيناري كاستم تريز، ايوه اليابسات هاي نبغى شير يابس. ايوه بالشير شوي ما سويت الاستاك عدل، بس الحركة زينة. نبغى شير تي عودة، لحظة لازم ما يبين بالطريقة هاي. شوفوا أكبر القاعدة شوي، الحين بطلع فوق بعد شوي زيادة، بس بشل هاي. أوكي عادي سحرة يعني بتسوي سيارة هي نفسها ما عندها مشكلة. من تبتعدون أنا يبدأ الشير يخضر، بس هذا برا عن طاق سحرة. يوس لازم شيء مناظر وهذا وحركات. في هنا ستاف فرست، هذا شو كان فرست ايد ده بتاع الموظفين. ستاف بيلدينج 14% سينري، يعني مش ذاك الزود، يعني المكان تعبان جدا، بس نبغى سينري. ما في شيء جاهز انا يعيبني صراحة، لازم ابدأ اشتغل من الزيرو انا عليهم. بس في شغلات تشوف هذا انا حاطنه مثلا، في شيء لازم مثلا نركبه وايد نسوي وايد بيكون حلو يعني. اوف هذا تحت هني الساحرة فوق بيكون اوكي والله. ناس تبى تطالع يا صراحة، ناس تبى تطمش اصلا في كل حال، ناس بتطمش على كل شيء. اخذنا قاعدة هاي في كل شيء، ناس تحب تطمش. بس لا اوكي اوكي لا اوكي، مثلا هذا فنان كواني. شيء عجيب. اوكي نجيب هذا شوي، نخلي هذا مش الزاوية هاي. لا ما يصير هذا اوكي، بس زين الطريقة هاي تعطون شيء يعني ينعنش المكان، يخلي المكان معنوية ونشاط. خلنا نزرع شوي السيارة عنده.
بوش كولكشن. لا مش بوش كولكشن، هذا بيخرب المكان. هني والله عند الخطار بيضبط الجو مع هذا صدقون، بس هذا مصيبة المصايب. خلنا نضبط الجو عدل. طلع لي اورات، شكله باخذ دي ال سي. انزل كوست بير تريجر، كيف نسوي له تريجر هذا؟ اوكي ممتاز. هوتل رومز ان كونكتد تو هوتل. اوكي غير نت افيلبل. اوكي مو مشكلة، بنشوف حله بعدين. هذا هني ونحن نبغى عند هذا بالضبط. وانتو جايين تشوفون النافورة، النافورة كان في واحدة حلوة انا احيد هاي من قبل النافورة الاولى هاي مضبوطة. اوه كيوت ون، والله كيوت ون. هاي حرام ما حطيها. بلانت كوستر هاي يستاهل والله هني، حتى مش هني هاي يستاهل احطيه هني فوق ليبل. اللعبة فنان أصلا الصراحة، بس نايس. وهني والله صدقون يليق على المكان اللي تزيده من هالسوالف. شوفوا على الدرب الحين الطابع التراثي شوي، ممكن بعد أغطي هني بس أشوف فكرة غير جيدة. من يقص أرثيرستي انزين ان شاء الله. خلنا نحط لهم شويه ماي. شوبس كاستم، ابى احط ثلاجات كلاسيك والله هايل. كاو ميلك بوبلي فيب شوت ستريت فوكس كوفي فينتج كرو ماشين. ستة بوينت، خلينا نحطي هاي، بنحطي جي اف بيف، خلينا نحط هاي درينك سوبر، بنحطي هني وانت ماشي تحصل على دربك، بيكون وايد حلو. هني دان ونبا ثلاثة مين على الدرب واحد. اثنين ثلاثة دان، خلك كيف يعطشون الحين. عقب بعد طبعا بنسوي شغلة شكل حلو، بس مبدئيا انا اشوف ممتاز، هذا جدا ممتاز حلو ويرفع المعنوية شوي. ها كانت حلقتنا اليوم القطار، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية على خير. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، مشكورين على الدعم الدائم، والسلام عليكم ورحمة الله.